السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Let's explain how these the solar eclipse prayer is done, inshallah. So in essence, it is two rak'ahs. But within each rak'ah, there are two rukus and two sujoods. So two rak'ahs within one rak'ah, or within each rak'ah, there are two rukus and two sujoods. We'll just follow the imam, inshallah. It will be a lengthy recitation of the Quran. Will be a lengthy salat. So if you have like something that you want to do in 15 minutes, then don't join us. But the sunnah is to join us to Allah and leave anything else to be in the heart. So this is basically what it is, inshallah. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشراي هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن
إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن
إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه، كشف الله به الامه، ضربنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا جزاكم الله خيرا، وهنيئا لكم صلاة الكسوف، هنيئا لكم إحياء سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة عند الجمهور، صلاة الكسوف سنة مؤكدة عند الجمهور. وقصة صلاة الكسوف ترجع إلى وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما توفي إبراهيم عليه السلام، عندما توفي حدث وأن كسفت الشمس ذلك اليوم، فشاع في الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس وخطب فيهم
وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا وكبروا وفي رواية وتصدقوا واستغفروا. So congratulations to you that you have performed the solar eclipse prayer, as it is a way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's an emphasized sunnah, an emphasized tradition of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So congratulations on you, to you on performing the Salat al-Kusuf. Salat al-Kusuf, as I said, an emphasized sunnah, and the story behind it was that when the solar eclipse happened at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that day that the solar eclipse took place, Ibrahim, the son of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, passed away. So it was spread among the people that the solar eclipse happened because of the death of Ibrahim, and that had spread amongst the people and reached Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So when he heard that, he went out to people and made a sermon. And the first thing he said that the sun and the moon are signs of Allah subhanahu wa ta'ala. They do not happen because of the death of somebody, nor would they happen because of the life of somebody. So if you see them, then greaten Allah subhanahu wa ta'ala, glorify Allah subhanahu wa ta'ala, and pray. And in another narration, and seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, and give out charity. صلاة الكسوف أحكامها كثيرة وهناك اختلاف بين العلماء في ذلك، فمنهم من قال أن لها خطبة، ومنهم من قال أن ليس لها خطبة، ومنهم من قال أن لها موعظة بعد الصلاة. Many scholars differed about the solar eclipse prayer in terms of its rulings. So many of the scholars say that it has also a sermon, that you have to give a sermon when you do Salat al-Kusuf. Others say no, there is no sermon for it, it's just an admonition. So you give advice to people after that. The solar eclipse is a sign of the signs of Allah, in the sense that Allah subhanahu wa ta'ala is the controller of everything. So you see that sun giving us the light, and that life depends on the sun. It gives, subhanAllah, the light by which the plant makes food, and by which animals and us as human beings live on that food as well. So without the sun, there would be no life, subhanAllah. But the sun doesn't give the life. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who gives the life. Allah subhanahu wa ta'ala, who created the sun, is the one who can prevent us from getting the light of the sun, subhanAllah. He is the controller of everything. And it's a reminder from Allah subhanahu wa ta'ala that nothing happens in the universe except by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. هذه آية الكسوف آية من آياته. وتذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لكل شيء، وهو المسيطر على كل شيء، وهو المهيمن على كل شيء، وأن هذه الشمس التي تعطي لنا الضوء الذي بسببه النباتات تعطي الغذاء ونحن نتغذى عليها، وكرمكم الله الحيوانات يتغذون عليها، فإذا ذهبت الشمس لن يكون هناك حياة على الأرض، وهي سبب من الأسباب، لكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو المتحكم في الشمس والمتحكم في القمر. الله سبحانه وتعالى سيد، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون. ومن آياته أن خلق الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم.
So Allah subhanahu wa ta'ala said that Allah created the nights and days and the sun and the moon. And they are all in orbit, revolving in orbit. And Allah subhanahu wa ta'ala said, out of his signs is the night and the day and the sun and the moon. Do not prostrate to the sun, nor prostrate to the moon, but prostrate to Allah who created them. So it is an ayah, it is a sign that also instills fear in our hearts from Allah subhanahu wa ta'ala, because anything can happen, anything can happen. We will do not rely on the sun, nor we rely on the moon, nor rely on the night and day, but we rely on whom? On Allah subhanahu wa ta'ala. فاعتمادنا الكلي وتوكلنا الكامل على الله سبحانه وتعالى وليس على الشمس ولا على القمر. ومن الناس من اتخذ الشمس أو القمر آلهة من دون الله، يعبدون الشمس ويعبدون القمر ويعبدون الحجر ويعبدون البشر. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى is showing us his signs that he is the controller. Nobody سبحان الله can move an atom measure of anything without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. So when you see this ayah, عندما ترون هذه الآيات فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة، وهي قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم when he was concerned about something then he will perform prayer. Perform prayer because in the صلاة there is a مناجاة، مناجاة الله سبحانه وتعالى وسؤاله التفريج وسؤاله إذهاب الهموم وجلاء الأحزان والتعلق بالله سبحانه وتعالى. So in prayer there is devotion to Allah subhanahu wa ta'ala. There is asking of Allah subhanahu wa ta'ala to relieve the pain, to relieve the hardship. So افزعوا إلى الصلاة. عندما ترون هذه الآيات افزعوا إلى الصلاة وسؤال الله سبحانه وتعالى واستغفاره and seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. These ayat direct us to come near to Allah subhanahu wa ta'ala, to get our hearts all the time attached to Allah subhanahu wa ta'ala, and that there is a creator to this universe that we have the duty to worship subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala created us for what? For worship. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. But when people forget and they immerse themselves in this life and forget about Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gives reminders to us. Gives reminders to us. Be aware of his existence subhanahu wa ta'ala and return to Allah. Don't forget about Allah. Don't forget about Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تنسوا الله سبحانه وتعالى. As in the ayah. نسوا الله فانساهم انفسهم. If we forget about Allah, Allah will make us forget about ourselves so that we do not take care of ourselves and do not obey Allah until we get the punishment. But if we forget Allah subhanahu wa ta'ala, Allah also out of his mercy and grace, he reminds us to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. He is the most merciful. He is the most merciful. Allah subhanahu wa ta'ala يذكرنا بهذه الآيات أن نرجع إليه. فإذا نسينا وخطنا في الحياة ونسينا أنفسنا وانغمسنا في ملذات هذه الدنيا وأحببنا الدنيا ونسينا الآخرة، الله سبحانه وتعالى من رحمته أن يذكرنا بهذه الآيات لنرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه. فزاد الله اتقوا الله فإن التقوى خير الزاد ليوم المعاد. Our people fear Allah سبحانه وتعالى, for the fear of Allah سبحانه وتعالى is the best provision for the day of appointment. اتقوا الله
يفتح لكم الله سبحانه وتعالى خزائن رحمته ويقبل أعماله. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. سبحان الله، تقوى الله opens the goods, the doors of goodness, the gates of goodness for you. It gets you out of every difficulty, every hardship. If you are in hardship and you are a person who is pious, Allah subhanahu wa ta'ala gets you out of that hardship. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. And He provides for you from ways you do not expect. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. And who completely depends on Allah, then Allah is sufficient for him. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. And Allah subhanahu wa ta'ala accepts deeds from only the righteous, from only the pious. So if you want your deeds to be accepted by Allah, then be a pious person. Fear Allah subhanahu wa ta'ala. وَعِبَادَ اللَّهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ. ماذا قال سيدنا نوح؟ أو الله سبحانه وتعالى أسلم سيدنا نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. سبحان الله. So Allah سبحانه وتعالى is urging us to seek forgiveness from Him. Is this for His benefit? No. This is for our own benefit. Allah subhanahu wa ta'ala will send rain abundantly upon us if we do that. يرسل السماء عليكم مدرارا. And He provide, we will provide you with wealth and with children and with gardens and with rivers. So if you seek istighfar from Allah, this is what you get. من لزم الاستغفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. Whosoever is committed to seeking forgiveness, who is persistent in seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will get him a way out of every difficulty, will provide for him in ways that he or she does not expect, and will alleviate any concern, will remove any concerns that the person has. So تقوى الله والاستغفار والصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة advises you against indecency, against bad acts. So if you keep establishing your prayer, you seek forgiveness from Allah, repent to Allah right away if you did something wrong. إذا لا قدر الله ارتكبت ذنبا فارجع إلى الله، فارجع إلى الله سريعا وتوب إليه، فارجع إلى الله سبحانه وتعالى واستغفره. يعني حتى ولو فعلت ذلك مرات ومرات ومرات، المهم أن تستغفر في كل مرة وترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الغفور الرحيم. Allah is the oft forgiven, the oft merciful. So if you did a mistake or you committed a sin, then go back right away. Don't wait. Go back to right away to Allah subhanahu wa ta'ala and seek forgiveness. And He will forgive you no matter how many times you commit sins. As long as you are sincere in your heart that you won't go back inshallah to committing the sin and repent to Allah and seek His forgiveness, Allah is forgiving, subhanahu wa ta'ala. Don't despair. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. So those who are being extravagant in committing sins, do not despair. Because Allah subhanahu wa ta'ala is the oft forgiven, oft merciful. Go back to Allah and seek forgiveness and apologize, and Allah inshallah will accept your apology, and Allah subhanahu wa ta'ala will accept you seeking forgiveness from Him. And also Rasulullah صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة. Rasulullah صلى الله عليه وسلم also urged people
to give charity. When you see this sign, you give charity. الصدقة تدفع البلاء. الصدقة تدفع البلاء. الصدقة repels calamities, repels afflictions. وتطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. Right? وتطفئ غضب الرب. And it distinguishes the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala as the water distinguishes the fire. So if you give sadaqah, it is good also for yourself, for your family, for your progeny, for your children, dhurriyyah, for your health. For your health. For your health as well. For your health as well. So give charity, seek forgiveness, repent to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make us all of the righteous, make us all of those who seek forgiveness from Allah, make us all who repent right away when they do any mistake to Allah subhanahu wa ta'ala, seeking His forgiveness, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds, inshaAllah. Allahumma Rabbana, atina fi dunya hasana, wa fi al-akhirati hasana, wa qina adhab al-nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana alati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana alati ilayha ma'amuna, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم أذهب هم المهمومين، اللهم أجلي حزن المحزونين، اللهم انصر إخواننا يا رب العالمين في غزة وفلسطين كلها بإذن الله رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.